توبة 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 لكم. يا دي النيلة يا نواه، يا دي النيلة، ما قلت لك 100 مرة بلاش تجي لي العربية، وكمان كوريا خرجت والجو ما بقاش أمان. الله، خرجت ولا اتهببت؟ ماليش فيه. وحشتني ايه؟ نهارك اسود ومنيل ب60,000 نيله، وحشتك ايه ونيله ايه؟ لقيتك هنا كل يوم والتاني ما بقتش نافعه نواف. نفسي بتهفني على الكبده فبجيئك. كبده ايه؟ كبده ايه نفسك بتهفك عليها؟ كوريا لو شافتك هنا هتشمع لي ام العربيه وسلومه جوزك مشاهبه لنوال ومحله على اخر النصر. مالكش دعوه بجوزي يا اخويا، قول انك خايف من السنيوره القصيره بتاعتك. ما انت مضروبة على عينك وبتحبها رد السجون. انا عارفة عجبك في ايه دي. فكك بقى من كوريا وشيليها من دماغك. نوال، هاي النوال مزنوق في 200 جنيه. يوه يقطعني، مش عاملة حسابي. لا شوفي لي اي حاجة معاك. طب خد يا هيمة ده بيعه واشتري اللي انت عاوزه ونزه نفسك. من ايد ما نمسكهاش. ويلا بقى اخلعي نوال، مالكيش حجة، واحدة جوزها جزار واقفة على عربية كبدة مستوردة ليه؟ وكمان كوريا مستنيانا على القهوة. يعني على الرجاله. يا عم حركات حريمي ايه وبامبا وموف ايه؟ انا نازله الكوافير ده بضرب الجزمه اساسا، تقول لي حريمي والوانات وش هخلعها؟ انت عايز تقفلني منك؟ ام العوزات ازاي يا كوريا؟ عايزه الحيطان الوانها كاتمة عليها شويه صور اجنبي كده، اخرج صوره واحده للبت اللي بحبها جيلينا جولي دي، غير كده عايزه ناس بتصغر والجمجمه مركبه باروكه شكلها حلو، مركب بتغرق. بص من الاخر، عايزه الوليه من دول تخش المحل تتكتم تتقبض، ما تجيبش منطق وتقعد تلوكلك وتقول لي فتله وكوافير ومانيكير وقفايه. بس انا كده فهمتك، انا هجيب لك الواد ده كاروته النقاشي غمق لك ابوها، ده واد شاطر وقلبه اسود ويكتم اي حاجه، ده لسه عامل محل عم سعيد المكواجي، عامل له حاجه بسم الله ما شاء الله مقبره. كوريا انا هنزل بقى العتبه اجيب لك شويه بوسترات من اللي قلبك يحبهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بالنسبه لليافطه اسميه كوريا الصغير. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قول لها شفته القمر في الحله. قمر ايه وحلتيه يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مروستاك. ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرضه مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد؟ بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما تشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس، قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 ما تخافيش، غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاه. يا بنت انت. يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح، انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك ايه، عدي يومك. عايزه ايه بس؟ هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه؟ انصحك ديري بالك على حالك. خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقتي؟
حاضر حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي. يا رب في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك؟ ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيك ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وساعد ابني. اه وحشوني. والله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك. هنا عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر، اكلمها لك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم، اكلمها لك. انت جننتي دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه، هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي، ما تعيطيش بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي، انا اسفه 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 والنصح، ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك علي حقك علي، اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقنك ريحه البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك؟ مش قوي كده على فكره يا نادر، ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا، عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره، اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله، انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايزه افتح قناه رقص شرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من الصفينار. وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضاء. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم وناجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا، ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها. وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر، وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي، الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي، انا من زمان وانا نفسي اكون في المود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشلك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفذ لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرف سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيمه وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تطلت يا نوال؟
لا وربنا اتهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده، خد يا حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منها. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يا جولي، ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غني انجليزي يا بطل البقرة. يا بنت بلاش ده، مش انا مش عارفه اسمع الغنوة منك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان، شويه شويه لقيت ست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كوري؟ عاوزه منك يا حصر، انا جايه هنا زبونه اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك، بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنتي يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده اشوفه. ملكان؟ الحقي الحقي ردي. اوام الو، مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله، لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافقي. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه، يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي. ابدا والله، انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعت البيت بتاعت التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا، قال ايه عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي، بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض، واللي بيجي بيدفع، واهو من دقن وفتله. في بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا أم سوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. آه أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومة شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا. هو أستاذ. اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي ادرب اي حد أمبحق. انا عالي زي الجبال. اوعى اطرخ يمين. الله، هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكة؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه، عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون، عملت ايه في النيابه؟ انا قدامك اهو،
ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي على الصبح. سلومه الكلب اخذ الفلوس اللي اديناها له، انت كيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه. يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسكن وقفله، انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دنيا سيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا نشوف يا اخويا اللي جايين للضايف. وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم السوق. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي. وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اسوق اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطه، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه، وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده. كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي بالك. فين انت يا كوريا؟ لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صلاحيتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدجي تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا؟ طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما اكون اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. انسر ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا، هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضرب او بطح اخت كوريا. دي رصية مولانا، مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاه في ليله بهيجه امام من يسوى ومن لا يسوى. يا اخ سلومه، انا ما تعرضتلهاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجه غير حوار البيت والفلوس اللي ام تلاقي لها الا الله عارفاه. انا ما قلت لها هي وامها قبل ما تتسجن
يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس ام البيت اللي هيقع على دماغك ام اللي خلفه امنا ولا حياه لمنت ولاده وفي الاخر جايه تصرف على المحل. انت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحط قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب لا تغضب يا اخي زلومه. انت شايفه شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني. ده هم بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا خويا، زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيال مراقيع يعني. هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا طب يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت، فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض اطلع 10000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل رقاصه؟ اشتغل رقاصه مش عاوز بلا ياخد كوريا. اهز يعني ابو ولاد مش كوريا. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ومن يرضى لاختي من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ بقى انا راجل كسار مالي هدومي وفي الاخر احب على راسها؟ ده كسر راسها واللي شددوه لك كمان. على هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في اهلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير الذبيح. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مش هردلك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسه فين راسه؟ بص من بعيد ما تلمسهاش. الصورة اللي الواد سوكا صورها لك وسلومة بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقة على كل موبايلات المنطقة. وانت مبسوطة كبدكي وصورة خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه؟ اسمها موبايلات يا هبلة، ويعني لما مؤاخذة صورة بالمايو ده صورة محترمة وانت مهزقة أدخن شنب في المنطقة. انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعة قسم زغرفة يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنة في سنة ثالثة مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خضر. هو يعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذة؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفة بقى. يا هما يا هما ما انا قلت لك 100 مرة نشوف لك أي واسطة نغمزها بباكوين، يديك حتة أرض استصلاح في أيها صحرا، ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما ما تقولش كده تاني. انا ليه مين غيرك في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وضهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كبداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. ما تنزح يا اختي وانت عماله تترقص لنا كده. الاقي تنزح من الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيد. لا تكون قرف. جاتك انت 60 قرف يا ام سم تبري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حابساها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله خلاص هتموتي يا علبة. ايه ده يا بنت المجنونه؟ لمي لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوز امسح السلم من الوساخ ليكي شوفه حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين. الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيله خلل. ولا
ابدلك نجس. قلت يا بنت ولا تعالي معايا؟ مش خارجه. انت بتقطع اسنانك يا ابراهيم. انت طلعت زباله. بتقول علينا هو الرخيص ده؟ انت طلعت ارخص منك. يلا يا زباله. جابك الاعرف وعمرك ما هتندف. اوعى اهدى شويه. خلاص يا سلسة معلش احنا اسفين. هيصوا يا جماعه هيصوا انبسطوا. يلا يا شوش اشتغلي. يلا اسنانك اسغني. هيصوا يا جماعه. ايه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا جدع انت؟ شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير. انا مش عايز لبش يا دار. دي بنت لازقه وده رميه جبتها عليا. انا اسف مش هتحصل تاني والله ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص انا مش نافع الشغل ده. معلش يا دار سماح نكسات عقل ودين بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك. يلا شوف شغلك. يلا من هنا ياد ركز ياد. مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليك. انت كنتي فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه؟ مالك ابراهيم؟ تاني ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ انا قلت لك يا كوريا 100 مره ابراهيم ده مش مظبوط مش مريح. مريب كده يعني؟ ده حتى علاء قال لي ان سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحة هو قال لي انك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرت. قلت له يا هيما بلاش. يا هيما هتزعل مني. كبدكي فاضل لك مرة. مفيش. كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش. كويس انك كشفتي على حقيقته. ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه أحسن منه. أنا الغلطانة. أنا كل مرة كنت بوتر بنفسي 100 جزمة. وبعدين أرجع أقول معلش يا بنت أنتي بتحبيه. معلش يا بنت كلنا بنغلط. مفيش فايدة. معلش يا كوريا معلش. هما الرجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق. يعني هو كظابط قدر يعني يقرأ ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصك ولا ناقصه الظابط بتاعك؟ بقول لك ايه؟ انت عبر. انا مش عايزاك. انا عايز اقعد بطولي. تعرفي يا كوريا انت تستاهلي اللي بيعمله فيك ابراهيم. بس انا هعمل باصلي. هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك. خليك ايش روحي كده. يا خرابي يا ابراهيم. يا خرابي انت اللي قلت كوريا انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض وانا اللي مديك عربيتي بتستردع منها. طب بس استهدى بالله. ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ شيطان ودخل بينكم يا كوريا. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده. وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي. استهدى بالله استهدى بالله واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي تعمل عملتك وتلف عمتك تشتغل بقى في كباريه تشتغل في الاعاره. انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب ابراهيم ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا. يا سلام. هو ما قدرش على الحمار. هيدور على البردعة. مالك استنيها تفتح؟ طب استبر. عايز اطلع الشقه اجيب كرشاه واخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تمن يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما. دي مهما كان حرمه برضو ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي. كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصك. لا تلزمني ولا خصاني. بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بت ناشفه لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كبداكي. هعصرها واسنفرها واخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بت كوريا جات لي الكباريه ووسخت معايا. كبداكي الفيلم ده مش هاكل معايا.
انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش. انت هتعمل فيها منى الشاذلي؟ اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا امل الحسيني. من اخرك يا كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه ياض؟ كده برضه يا كبداكي بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك يا كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سوك. انت مخك على قدك ياض. الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سوكا ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه يا ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور اسبوع بس تغني في كباريه كبيره عليك. عليا النعمه ياض يا سوكا اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه. بس انت تعديها. فلوس اللي تدهانه ده اللي زي ده يخش عليه ثلاث عيل جدعان كده اهو يقلعوه ملط ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دكسوف يا ولاد مين ده اللي هيقلعه ملط عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز بلاش نلجأ للعنف لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبه تقيله تقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله ب60 نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي بسرعه ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ وبابي بيقول انها عيانه. نخلي كوريا تروح لها. صح. وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي؟ ما ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحطي فيه مناوم لابو نجوان هيشربه هينام هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو 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 تاتش وود. دي بنتي هايتي. انت تجنني. ميرسي بابي. لبستوا يا اولاد؟ شيل ايدي من على وشي. شيل يا حبيبتي ده احنا لبسنا وقلعنا ثلاث مرات. ايهم بقى. لا 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 انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقالي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني؟ انا بالنسبه لي انا وانت واحد فاكيد يعني مش هحسد نفسي. لا بالراحه الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي بتسميها ايه انت انك بتلاقي تلاكيك عشان تجي لي. والله عندك حق. ده انا برضو النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى دي؟ وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يعني مين. قول. بص يا ستي انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايز اجيب لها هديه فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلوة قوي ما تديها لها. تفتكر هتفرح بيها؟ أكيد هتفرح بيها. متأكدة؟ أكيد. عشان كل ما أقرب الثواني يتحرك كأني بقولك إنك وحشتيني وحشتيني. طب وأنا بقى جبت لي إيه؟ We'll be right back.
يا بنتي يا كوريا، كان لنا زمان بنت قريبتنا، كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه بس البنت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظلظه كده اهو، بيضة وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البنت دي ما وراهاش حاجه؟ لا ولا الثانيه، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعه محبوس هنا. الله يخرب بيت شورتك المنيله. ايه الجو البيتي ده؟ جديد قوي شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكره انا واحده محترمه، بس الظروف هي اللي خلتني امشي في الشارع بالمنظر ده. انا ينفع اخد موبايل حد فيكم؟ لازم اعمل مكالمه ضروري. يا عم بالراحه عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها. بقول لك ايه، طيب ما تيجي ناكلك ونشربك ونذاكر لك، نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان. غور من وشي. بنت ايه انت؟ مين يا بنت؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل. موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي عن موبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج، هي ظروف بس، عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنت وهتمشي في نص الليل كده؟ هتطمعي فيك الكلاب السكك. ما انت عندك حق، بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنت، عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خد يا بنتي، راحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خد يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا 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 لا، هي وسخه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري، عشان انا مش هلبسها. لا يا بنتي انا كده كده ماشي. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاجه اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطري هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكرة قوي. شكرا. الو الو يا دينا. دينا انا هايدي، انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه؟ شارع ابراهيم نجيب. شارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بيه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي. شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش. اتفضلي واقفه بعيد بقى لو سمحت. يلا توكلي على الله، خلينا نشوف رزقنا. راحه فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع ولوحدها، ويا حبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه. وبعدين راحه فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ في ايه يا محمد؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح. ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقول لك ما تروح تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله يعني نازله، عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد. ها؟ وانا ما بسيبش هايدي. فين؟ فين هي؟ هي اظن ان هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه، يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله ما نسالش ليه؟ احنا عايزينك معانا بقى، يعملهم كده في البيت بس يكون قريب. السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر يا استاذ، ما شفتش واحده هانم كانت واقفه هنا من شويه ومستنيه ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ هايدي ايه اللي انت حاملاه في نفسك ده؟ احكي لك انت كويسه؟ طيب اهم حاجه كويسه خالص. يقول لك ما عندوش الا حلاوه طحنيه، يقول
ايه يا ناس الصهايده؟ ايه المرمطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكرا، اطلع دلوقتي ورا الحلقه. انا هسلم نفسي خلاص. ايه ده؟ نو واي، ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش هفضل هربانه ومجرياكوا ورايا وعامله لكم مشاكل. انا ما عملتش حاجه وانتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه. وانت ذنبك ايه يا عايز؟ ثلاثه بالله العظيم ثلاثه منورنا البيت يا هوانم. منوره نادر بيه. الله يخليك يا عم شكري. اتفضلي. هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربانه على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليك. يعني المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق، ما يعرف لكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقره. نفسي ربنا يكرمنا ابراهيم واعمل شيري فيه 8 اغاني ولا 10 اغاني والفلوس تجري في ايديا كده وابقى مطرب مشهور. واول حاجه اعملها هشتري الخرابه اللي في اول الناصيه وابنيها دورين، دور لامي ودور ليا. انت عارف ابراهيم امي عندها 60 سنه ما شافتش يوم حلو في حياتها، نفسي ربنا يكرمني بقى عشان اعوضها اللي راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الايام السوداء اللي انتوا شفتوها. انت اصلك كده ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هم يعني اللي غنوا احسن منك في ايه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي. بعد اذنك بقى اخش اريح شويه. ايه ده في ايه؟ انا هندي مع صوت ابراهيم شيطان خط السيده جيزه. ولاد الحلال قالوا لي انك راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون. روح ياد يا سوكا اندهن. اوف انا خد يا سوكا. العربيه فين يا ابراهيم؟ بقول ما يخصنيش، روح ياد يا سوكا اندهن. يا دكتور ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، ليه تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما ياما قلت لك يا هيما ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ايه اما تروح مني في شربه ميه كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم بس. ربنا يأمري بالسلامه يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاه الجمعه ان شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل غلاب ابدا. يا رب يا رب انا ماليش غيرك، ما انت عارف. يلطف يا رب يلطف يا رب. معلش يا حبيبتي قومي يا كوريا، قومي روحي انت اقعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه وانا وسوكا حنبات مع هيما هنا للصبح وحبقى اطمنك بالتليفون. اقوم اروح فين يا خالي؟
اقطع دراعي من هنا. المكان جوزها الفقر ده هو سبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله لا بينا ولا عليه. من ساعه ما رجلها تحت خطه البيت واحنا المصايب نازله ترف علينا بالتقيل. ادي المرار الطافح. بقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كلية. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالضبط، وهي مزنوقه والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حرق قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساس ليكي فيها ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما انت لو ريكي راجل مش متجوزه عبص ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس، اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه. اهدي هو يا خي. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. هو زي حاجه ونبي بصها كده حاجه. كوريا يا كوريا، في سوق حصل حاجه ولا ايه؟ ايه دي يا اختي؟ مفيش. بقول لك ايه، ابله هاجر قالت لي ان الدكتور مشي وهيجي بالليل ان شاء الله، وابراهيم حالته مستقره والحمد لله. ما تروحي انت يا اختي غيري هدومك وانا هبقى اكلمك في التليفون اطمنك على ابراهيم. بعدها قالت لك انه هيفوق يعني؟ بمشيئه الرحمن هيفوق. ماشي، طب خدنا بص عليه قبل ما. لا لا لا، اتكلي انت على روح، انا هبقى اكلمك بالتليفون. لا لازم ابص عليه. لا يا كوري، اقوم لك حاجه من هنا. لا يا ابني خليك مطرح. يا ابله يا ابله، ازيك يا ابله؟ هو حضرتك مين؟ انا اللي سالت على ابراهيم الصبح. يا الله، ابراهيم بقى كويس الحمد لله، هو فاق بس محدش يقدر يشوفه دلوقتي، لازم الدكتور يشوفه الاول. والنبي يا ربنا يخليك، مش ممكن بس اخش ابص عليه بصه؟ ما انا بقول لحضرتك هو فاق وبقى كويس الحمد لله. انت شكلك كده يعني هو فاق يا الله؟ والله العظيم فاق. يعني بيكلمك زي ما بكلمك كده؟ لا قوه الا بالله، والله العظيم زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. ربنا ربي يخليك يا الله، شكلك كده اللهم صل على النبي وشك حلو. بعد اذنك اكلم كوريا عشان اطمنها على ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من ساعه ما فات ما روحش سيره الا كوريا كوريا كوريا. الف سلامه عليك يا ابراهيم. الف سلامه عليك يا ابراهيم ولدي، الحمد لله المره دي جت سليمه. بركه في كوريا يا عم شكري، هي اللي جريت بيها على المستشفى قبل ما دمي يتصفى. ما تقولش كده يا هيم، وانا لازمتي ايه من غيرك بس؟ الله 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 الله، قاعدين في كذا منين اجيب لكم جزازتين بحليب تشربوه وانتوا قاعدين. يوم يا خال بقى. بس انت ليه بقى يا هيم ما قلتش للحكومه اللي كانت واقفه دلوقتي على الواد ابن الحرام اللي عمل عاملته السودة دي؟ يا عم شكري احنا حواراتنا مننا فينا، الحكومه ملهاش دعوه، النهارده عندي بكره عنده، والشارع بيحكم الكل. يا عم شكري. ايوه الو، ايوه حاضر حاضر، جاي على طول. مع السلام مع السلام. في سلام عليك يا ابراهيم يا ولدي، الحمد لله اني اطمنت عليك. معلش هسيبكم عشان ورايا مشواري مهم، هخلص واركب. ماشي، سلام يا خال. مالكش حاجه وحشه؟ مشكرين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم. الله يسلمك. يبقى خلي بالك من نفسك، الناس دي بتحبك قوي. ربنا يخليك يا ابله، مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. ما نمتش امبارح والله، طول الليل معانا والله. ربنا يخليكي لنا ابو الهجر، زي ما بيقولوا ملك الرحمه. اه والله ملكة الرحمه. طول عمرك رايقه سوكا وبتقض. انت اسمك سوكا؟ لا انا اسمي سوكا الحلواني، وفي البطاقه اسمي سيد، بس الحلواني دي مش الشغله بتاعتي، انا شغلتي الحقيقه مطرب شعبي. ومن الاخر بقى كده مش مرتبط. طب الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم، لو احتجت اي حاجه انده عليا بس. شاكرين يا ربنا يخليك. وانا حكيت ولا ايه؟ وانت هتفضل مدب مع البنات كده على طول؟ ما كنت تطلع دبلتين وتشبكها بالمره، كثافه البيت. ابله هاجر، ايه محسن الصدف ديت؟ انا كنت جاي اعتذر لك يعني لو كنت ضايقت حضرتك ولا حاجه. لا ابدا ما ضايقتنيش، وبعدين انا ما اعرفكش عشان تضايقني او ما تضايقنيش، والنبي يا حاج انتصار ما تبليش الارض قوي عشان ما حدش يتزحلق. حبيبي طالما حضرتك بقى مش متضايقه ممكن تقبلي مني ديت، وبشكرك يعني على وقفتك معانا، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت بلد بنت بلد بجد يعني. انا مش محتاجه شكر ولا حاجه، ده شغلي. وحضرتك بتضحكي عليا؟ ابدا ما فيش حاجه عن اذنك. لا بقول لك حاجه، والله العظيم ما انت ماشيه مننا الا لما تقولي بتضحكي عليا. يعني انت مش هين عليك تجيب لي علبة عصير من الكانتين، جايب لي واحده من اللي احنا بنوزعهم على عيانين؟ لا اصل انا اقول لك حاجه، اصل ابراهيم قال لي خد اشربها، فانا استخسرتها فيا وقلت والله ما حد يشربها الا ابله هاجر، والنبي ما تكسفيني. خدي. ماشي. استني استني. الشمينيلو عشان يعني متشكر. ربنا يخليك يا ابله هاجر.
انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها خزنه؟ دي حيالة تلاجه معفنه، خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايزه اسال سؤال. انا اقفل التلاجه بالقفل، اقلبها تلاجه كازوزه؟ انت مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستمحي ولا صبحه جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. ايه خالتك ده مين؟ اروح خالتك؟ انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش. وبعدين بقول لك ايه، احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها البطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايله لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع تروح تاكل من النمليه من ايام امها الله يرحمها. احنا على كده نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خلينا انزل اشوف اكل عيشي. مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد؟ يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح؟ انا ناقصه عايزه بطاطس من نمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون، تقفلي الباب عليا وتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه؟ مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن، اقسم بالله ارجع ظروفك دماغ تكتمي بقيه اليوم. بقول لك ايه، انا بعمل لك نسخه وابعتها لك بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج. وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي يا بنت؟ انت يا اللي ماشيه حلوه. حاضر يا سون. نعم. انت بايدة كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكرة قوي يا سون. انا جعانة. طب اعمل لك ايه؟ عايز اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا، بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النملية. والنملية دي فين؟ النملية في السرير. مساء الفل يا استاكوريا. خير يا طعوم؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عيشي ولا ايه؟ نازلة تحني يا كوريا فينا وليل نهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اخت بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه وماسكهولي الزله. شوف يا طعو، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طعون على حق. يلا رجاله، لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقولك يا دكتور، الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده. انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم، انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا ابراهيم، انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا هروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، اديت تلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ بتزعل ايه؟ يا ابلة حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا. سوكا خرجني من هنا. تخرج تقعد، انا ماليش فيه. انا اللي عايز اعرفه دلوقتي ايه اللي بينك وبينها ولا ابراهيم. كتفي وجعني قوي يا كوري. الواد غزال. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا، اللي بينك وبين نوال. نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيما، انا كوريا. وانا هيما حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيما، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشرحه. قادر يا كريم، ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ انت شفتش عملت ايه؟ شفت انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا. ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه.
يا بت يا هبلة، ده شغل حريم. دي بتعمل كده عشان قرشة ملحتك، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحة واد جامد ما تسابش يعني لقطة. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر، هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحة لك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنة من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعة بموتها يا هيما، بموتها يا كبدك. نسوك، ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك؟ خالتك خرجت من شوية مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه. خرجوا راحوا فين؟ دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة، ما تتخيرش عنها، هيكون راحوا فين يعني؟ واحنا شعرفنا يا اختي، هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ابو سوكا دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، معرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجة مع جمالات دهيت، وجمالات وجوزها كده هوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عسل عسل. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، دي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا يا عدي يا ابني المفتوحه منك دي من هنا. مش معقول يا كوريا انتي، انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيتي يلمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده؟ صح. لا طبعا. يلا يا سوك، هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا يلا. بالراحه يا سوك. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق ليه ده؟ يلا يا سوك. لا مؤاخذه حاجه، نام، انت مفيش حاجه. يلا يلا. يلا سوكا. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حر. حره دي هناك عندكم في الكامباوند، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ ومشوفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الاسوه اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، ضربه لي استريشت وبلوزه بامبا، يقول على لابسه كده مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي؟ ما بس بقى انت وهي بس، وحياه سعد ان مسكته لقوم انزل عليكم شبشب. استني انت خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغه هتسمحي لي، هتسمحي لي غصب عنك، هتسمحي لي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لا حد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشوله بشبشب. مستحيل مستحيل، السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي أنتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا. فلوسك إيه يا أم فلوس أنتي؟ زهقتينا بفلوسك يا أختي، اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي، مشكلين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي هيشيل ويحط عليك يا بعيد، ده أنتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، أنتي مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها؟ أنا عايزة أفهم، ما هو أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فيهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان، دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قلوه فالك. بتظبط مع كوريا؟ مظبط؟ يعني ايه لا مؤاخذه مظبط؟ يعني في بينكم لغايه وحاجات كده؟ لغايه؟ يا نهار ازرق ابراهيم، في حد يبص لاخته يا جدع؟ ده لو اخر واحد على الارض يا جدع عمري ما ببص لها. اللي يبص لاخته يبقى ابن حرام. على فكره بقى اللي عيب لك في دماغك شكله ما بيحبكش. ايه ده؟ استنى، مين دي؟ بقولك ايه، دي تشبه جمالات قريبة كوريا. قروب سيدة الأعمال هيدي أبو طالب وزوجها الإعلامي مروان أبو عرب بعد استيلاهما على 50 مليون دولار. تعالى يا بنت عشان ما يغسل لي شعرك وقول أحسن، حاسة إنه بياكلني. حاضر يا ست. اطلعي بره يا شيماء وما تدخليش حد علينا. حاضر. يو هو ايه اصله ده؟ استني انا بت، اطلع انت بره يا هيم، والمصحف نصوت ولم عليك امه لا اله الا الله. اطلعي بره يا بت. حاضر. يو انت عاوز ايه؟ نعم. يا
صوتي هات. عرفت مين فينا يا بنت اللي بيلعب من ورا التاني؟ طب بذمتك انا عملت ايه؟ قلت لي عايزه اتجوز يا هيما، قلت امين. قعدت ادور على شغلانه يا كوريا عشان الم فلوس الجواز، ما لقيتش قدامي غير شغلانه الكباريه، وما قلتلكيش يا كوريا عشان ما ازعلكيش، ما كفرتش. بس انت برضك كدبت يا هيما. كدبت بس عشانك، مش انت اللي وقعلي على واحده معاها 50 مليون دولار ومكتمه على المصلحه؟ 50 مليون دولار يا كوريا دول يشتروا محافظه، ومره تفتحي لي كوافير، ومره تدفعي لي فلوس تنكيس البيت، وانا هيما خطيبك اللي هيبقى جوزك ابو عيالك تكذبي عليا وتقولي لي دي جمالات بنت خالتي؟ عاوزه تكبشي الكفشه لوحدك يا كوريا؟ اكبشي قوني اللي تقيت ولا فاهم حاجه. طيب اديني اهو يا كوريا قاعد مرزي قدامك لحد ما افهم كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. يا اما وديني هطلع من هنا على الاسم. لا اسم، اسم ايه ده؟ 50 مليون اخضر ده، انا هطلع من هنا على المديريه، ويا نعيش عيشه فل يا كوريا، يا تولع بجزع علينا احنا الكل. خلاص خلاص هقول لك. مين البت دي؟ انت هتلفيهم وتبيعهم لي يا كوريا؟ ده انا كبداك. وتربه امي البت هايدي دي محلتها اللضا دي، بنت قابله وعبيط دي، مسكوكه على قفاها حته قفا حلو كده طالع من عينيه. بص الفلوس كلها مع طليقها اللي اسمه مروان اللي هربان بره مصر ده، هو والبت اللي اسمها نجوان. بت نجوان دي بس عايشه اليومين دول في دور ايه؟ ان هو كل عليها الفلوس ورجعها على مصر، بس انا مش مصدقاها. تشوف البت كده تلاقيها مرسومه ولابسه ومتانتكه، ولا اللي ورثه الخديوي في ايام. انا الكلام ده مش راكب معايا. ركبه رابع ورا يا كبداكي. بقول لك ايه؟ انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وضهر اساسا ان لساني خاطب لسانك بعد اللي عملته. احنا هنكر الشريط من اوله ولا ايه؟ ما انا قلت لك اللي عندي يا هيم. ماشي. هدور الكلام ده في دماغي واشوف ظبطته فين، عشان يديك الرومي ده يا كوريا انا يلزمني في ورك محترم، يا الا محدش هيدوق. محدش هيدوق كده وتفتش يا ايه. دول العيال دي الراحه يا عمنا هتشوفوا فين في ايه؟ شوف ايه يا حرس، في ايه في ايه في ايه يا حرس؟ عمل ايه بس؟ واخدينهم على فيلا بس يا باشا. يا باشا في ايه؟ طب بلاش هما، طب يقولوا هما هيما عمل ايه؟ يا باشا في ايه طيب؟ خلاص انت يا عسل. انت يا ست هاني شوفي اللي الظابط بتاعك قبض على هيما ليه؟ بقول لك ايه؟ خلي بالك انت هتروحي في 60 دقيقة لو هيما قال له حاجة. يا دي المرار الطافح، هو هيما كمان عارف الموضوع؟ هو اكيد قبض عليه عشان حرق المحل. وماله هيما بس ومال حرق المحل؟ ولا هو افترى ولا بجدد وخلاص؟ هو انت عشان رجعتي تتكلمي هتتخانقي معانا ولا ايه يا كوريا؟ لا يا ست هايدي لا، الواد هيما واد مشجع ما يعملش العمله السودة دي. شفتي هو بيقول لك اهو، وبعدين ما رجعش اكلمه ولا حاجه. انا بس حقانيه وبقول الحق، هيما ملوش في حرق محلات. الحق كلمي الظابط بتاعك قبل ما هفلت معاه كلمه كده ولا كان انت اللي هتشيل الطين. انا مالي انت حر. كلميه يا ست هايدي، خير البر عاجله. ايه كل ده مش سامعه؟ سنجتي وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله الله الله، جبتيها منين دي يا بنت؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ حلو. يو ما تصبر اللي على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفره كبداك. يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يو انا جاي امسي على الست جمالات هاني، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه، وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم، فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا ولد. امال امال، بس خلينا بقى في المفيد. الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع، انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البت هاجر ما انت عارفه، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه، تاني يوم مصر كلها تعرف. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني. بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهانم يا واد. بقول لك ايه؟ يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خاطر، يلا. لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ في هديه مجانيه. ما تخلص كبداكي وتوخ اللي في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟ المعلم سلومه هو اللي زقق العيال. سلوكه؟ سلوكه ايه؟ اسمه سلومه. حاجه غريبه جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصه. وبقولي للباشا بتاعك كبداكي بيقول لك يا ابو دبوره ونسر وكاب، المعلمه مش عاوزه كتاب. سلام. سلوكه سلوكه ايه؟
هو انت مالك فرحانه قوي كده ليه؟ يو عشان طلع اصيع من ابو دبوره بتاع. ايه ده؟ مش معقول. الو متصله بنفسك؟ اقول لك انا مش عارف امسك. النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتاين وهابي يون اير، وحشاني ابو الهجر. بطل بكش يا سكه واسمعني كويس. الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى، وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصيلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطري يا سوكا خليه يجي يتبرع لها بالدم، الست حالتها خطر قوي. مسافه السكه وهجيله. يا كبداك ايه؟ في ايه؟ في ايه يا سوك؟ في حد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه، دي حاله انسانيه. يا عم حاله انسانيه؟ انا اللي حاله انسانيه. يا جدع ست انصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنجز حياتها. انت هتقتل يا سوكا؟ دم ايه اللي هروح اتبرع بيه وانا عند اهلي دم اصلا؟ سيبنا انا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لو ما روحتش ست انصار هتموت. انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولع، عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى كبدك عشان خاطري. طيب يا سوكا هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست انصار. انت هتقول انا هنام؟ خلاص معلش. لا معلش ونبقى. يلا قوم يا صاحبي. ايوه يلا كبدك. ايه كبدك؟ هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر. هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم. ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى بعدين الكلام ده. يلا يا نجوى يلا يلا يلا, يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا بسرعه. اه يلا يا فاطمه. يلا يا فاطمه. ألف سلامة على الست الوالدة. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ أيوة. يلا يا فاطمة. بالراحة يا فاطمة، بالراحة. منورة نجوان. عارفة يا بنتي يا كوريا، كان لنا زمان بنت قريبتنا. كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطائق منها وهاجج. أه زي خالتك كده يعني. أيوة. بس البت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظلظه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجه؟ لا ولا التانيه. في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعه محبوس هنا. الله يخرب بيت شورتك المنيله. الله يخرب بيتك يا نواد. الله يخرب بيتك. بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طاقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. حرك اسود ومنك. تعالى هنا. رايح على فين؟ تعالى ام البتاع. هنروح تعالى. ايه على فين؟ تعالى خبيك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده؟ وقت اوضه النوم. تعالى تعالى خبيك فيه. تعالى خبيك فيه. ناو واحد وقع من الكوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بطين. بطين؟ الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهديني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انا متقال ان انا قفلته. مش عارف وانا البيت دريان بحاجه ما ادخل اعمل البطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانين؟
انا خالتي مش مجنون. سندس مع اهلها ما خافش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه والعيب بيه. بقتي حرام يعني ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. اخص عليكي يعني ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك. شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت اتجنن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالي. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا ابراهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين يو اللي خبطه التوك اني توك مالك يا هيمه اللي كنت معاه في المستشفى؟ اه الواد مات يا صبتي. الله يرحمه. الحمد لله قوه الا بالله. دلع. ده انا كده هولع. الامر جاي منين؟ ايه ده؟ طب الامر جاي من العبيات قوي. حلو قوي. محسوبك عمرو مشبك. احب اجي واشبك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. غور فين بس؟ ما غور بقى بس. غور بدل ما خليك تقعد تهرط في وشك. ناقصاك اصلا. اه يا ابويا الحقني يابا. تعالى يا ابو الحبشني شوف عمل فيا ايه العيال وداد الكلب دول. ياما الحقني ياما. خدي حرام عليك. كنت فين صرعتيني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه انت؟ مين انا؟ كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده. وانت عليكي الحقني ياما. والنبي لا. الحقني ياما. والنبي لا. خلاص خلاص انا هاخدك معايا. هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. هنا تهي. بعدي عنك خالص. بعدي. يو امشي. يو عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني؟ لا انا مش هدخل جوه يا خالتي. حرام عليكي فضحتي ام. عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي. ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش. انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه؟ يا نصبتي السودا انت هتلبسيني تقوم يا وليه. عايزه هم يكشفوا عليكي بس. والنبي انت عايزه تموتيني وتحبسيني جوه يا خالتي. طب خلاص 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 فضح. هتفضحينا خلاص. يا ناس الحقوني. يا ناس الحقوني. اعملوا معايا. والنبي ما عملت لها حاجه. دخلت وعايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. يوب البت دي عايزه تموتني.
انا ما اعرفهاش يا اخويا، ما اعرفهاش والنبي. ما في حاجه دي مسائل العائليه، ما فيش حاجه توكل انت على الله، توكل على الله. لا ده انا ما اعرفهاش دي يا سيبتي. عايزه تموتني اوجوني يا خالتي. انا يا خالتي انا قاريه اوجوني يا بنت علالي. يا خالتي ماما مش هينفع كده، سيبيني اسالك على التعوير عشان تطيبي. يلا يلا، طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يابا مش قادره، معلش امي هتضربني عشان انا هجوم وتوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسق على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ولا مستحملي معاه. اها معلش معلش اها. اي 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 يا طب مش هينفع كده. نجس قلت يا بنت وليت علي معاك. مش خارجه انت بتقطع اسنان يا ابراهيم. انت طلعت زباله. بتقول علي انا اقول رخيصه، انت طلعت ارخص منك. يلا يا زباله جابك الاعرف وعمرك ما هتندف. اوعى اهدى شويه. خلاص يا سلسه معلش احنا اسفين. هيصوا يا جماعه، هيصوا انبسطوا. يلا يا شوشو اشتغلي، يلا يا استاذ غني. هيصوا يا جماعه. ايه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا جدع، انت شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير. انا مش عايز لبس يا دارة. دي بنت لازقه وده رامي جبتها عليا. انا اسف مش هتحصل تاني والله، ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص انا مش هتعمل الشغل ده. معلش يا دارة سماح، نكسات عقل ودين، بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك. شوف شغلك يلا من هنا يا ياد، ركز ياد. مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليك، انت كنت فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه؟ مالك؟ ابراهيم تاني. ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ انا قلت لك يا كوريا 100 مره ابراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. لحد علاء قال لي ان سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحة هو قال لي انك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرت، قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني، يا كبدكي فاضل لك مرة. مفيش، كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش كويس انك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه احسن منه. انا الغلطانة، انا كل مرة كنت بضرب نفسي 100 جزمة وبعدين ارجع اقول معلش يا بنت انتي بتحبيه. معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايدة. معلش يا كوريا معلش، هما الرجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقراه ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصك ولا ناقصة الظابط بتاعك؟ بقول لك ايه؟ اطلعي بره، انا مش عايزاك، انا عايز اقعد بطول. تعرفي يا كوريا؟ انت تستاهلي اللي بيعملوا فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك. خليك. اشخي روحي كده. يا خرابي يا ابراهيم، يا خرابي. انت اللي قلت لكوريا انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دشتان ودخل بينكم يا كوريا. والله العظيم يا كبداكي ما قلت لها حاجه، ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. ايوه يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عملتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل واشكمها يا ولا. طيب ابراهيم
ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يتدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البرداع. ازيك يا هيبة؟ وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلومه طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيت كوريا متدهوله في اللي هي فيه، يعني الدنيا امان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك، انا هسبقك وتعالى ورايا. اجي وراكي فين؟ انت اتعطلتي، انت عايزه تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصه شرده؟ لا شرده ولا ما شرداش، وانا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا اله الا الله، ما انا بقول لك الدنيا امان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين، ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين، والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه هيما، ضعيفه. يا اهل المنطقه الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنه الحاجه سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافاه مجزيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكرين يا عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله، والبيت بيت الله، وما انا الا امين على هذه الامانه. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. بقول لك يا اخت كوريا، وامر يا عم الشيخ. الامر لله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اكلمك في موضوع بشان الاخ ابراهيم، بس انا شايف في الوقت غير مناسب. انا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك ان شاء الله. ماله ابراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير ان شاء الله، لا تقلقي. انا بقول ناجل هذا الكلام من الافضل. انا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعي لنا أنت بس. عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه. الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا، اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ هات شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك سوك. الو الو، هتكلم يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك، وعايزانا نروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اسالوها فين. طب بقول لك ايه يا سوكا، انا في طالعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك. اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل، لو احتاج نقل دم باتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت، بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام. صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا الهي ايه اللي مزاجها البعيده؟ مش يلا ولا ايه؟ يلا.